صباح النور لك. شن أحوالك؟ شن أحوالك سي رؤوف؟ عايزك يعطيك الصحة. شنو الحكاية؟ تحية ليك وتحية للديوان فات. شكرا ليك. مرحبا سي رؤوف. شنو الحكاية اللي صايرة في جبس؟ حكاية الخبز. طبعا معناها الناس كل شافت معناها أولا البلاغ نتاع الإدارة الجوية الوزارة، خاطر البارح خرجنا بلاغ للمواطنين. كنا نشرناه. الموضوع وطبعا معناها وسائل الإعلام الكل على الموضوع. إذا تم نوعية نتاع خبز في الأيام القليلة الفارطة. لاحظوا المواطنين اللي هي معناها ماهيش مطابقة لشروط الصحة والسلامة، فيها معناها أولا اللون معناها ماهوش عادي، ماهوش أبيض بطريقة عادية، وثانيا معناها تم حوايج في الخبز يعني يتغاد تثير الريبة معناتها. يثير الريبة، لا أصلا حتى معناها طريقة ما تنجمش تسالك، وساعات تاخذ وحدة من الوحدات خبزة كذا ولا باكيت ما تنجمش تستهلكها. اذا طبعا المثل هذيا باعتبار الخبز انا قلت المواطن. انا قلت مخلوط بالتراب، معناتها فما تراب وفما حاجات اخرين ولا شنو بالضبط معناتها حسب ما عينتوا؟ اي طبعا احنا وقت اللي المثل معناها تاكدنا منها خرجنا الاعوان نتاعنا نتاع الجوده يعني جوده المنتوجات، وخرجنا فريق اخر مختص المواد المدعمه، ونقلنا لوحدة المخابز معناها في السوق، عينا الخبز، رفعنا عينات وثبتنا في الفاتورات، معناها استدعينا حتى الوحدات الصنع المطاحن اللي توزع الفرينة ذي، فعلا تم فرينة معناها ماهيش مطابقة لشروط الصحة والسلامة، أما السبب شنو؟ معناها تم إخلال التعامل مع القمح من الأول، الكمية اللي استلمت للمطاحن، تم 8 مطاحن في الجمهورية منهم 3 في جابت. تسلموا كمية معناها ما كانت مسخة شوية بالتراب، خاطر معناها البقايا متاع القمح في السيلونات طبعا من اللوطة يبدأ ثم كاليبارتيكول وليدي شي، الكمية هذيك الكل كانت معناها مسخة بزيد شوية، فما تمش التريتمون متاعها. طبعا على مستوى التريتمون متاع القمح ثم يعني وسائل نورماليزي ما يتغسل بالكدا ويبقى يشيح 24 ساعة وبعد معناها يقع رحيانه. أبارمون عملية غسل القمح ما تمتش بطريقة مطابقة، وما بقات ما شاحش معناها ما خداش الوقت اللازم باش يشيح. طبعا هذه إجراءات تهم صحة وسلامة، أعوان المراقبة الاقتصادية بكبس استدعوا كل المخابز اللي عينا عندهم قديش العدد تقريبا؟ الى حد الان معناها تم تقريبا 8 او 10 مخابز معناها موزعين على 3 معتمديات. نحن من هذيك معتمديات شنو هما؟ جابس المدينه؟ معتمديات في جابس، ما نذكرش المعتمديات اختي، خاطر معناها داخله في واجب التحافظ، ما نجموش نسموا لا الوحدات ولا المعتمديات، اما عندنا 3 معتمديات من 11 عينا منهم عينا فيهم وصول المنتوج. استدعينا كل الوحدات اللي لقيناها عندهم، يقول قايل علاش تستدعوا انتم المخبزه وهي المخبزه جاتها الفرينه ماهيش كوريكت، يعني سوا ديزون ما عندهمش يعني ما همش هما السبب معناها في رداءه المنتوج. نحن القانون 117 ثم ترتيب خاصه تفرض على اخر عارض في السوق، معناها هي المخبزه اخر عارض في السوق، انه يتثبت من جوده المنتوجات اللي يوزعها، حتى لو جاته معناها ماهيش مطابقه هو مفروض عليه باش يتثبت في الجوده، واذا كان ماهيش مطابقه يرجعها وما يستعملهاش، لكن ثم استنعاد، اذا ثم اخلال. وطبعا الاخلال الاكبر الكبير معناه هو عند المطاح عمليه التريتمون نتاع القمح، حاجه مهمه جدا باش تطلع بعد الفرينه معناها كوريكت ومطابقه للمواصفات تكون الخبزه عندي. الاجراءات اللي عملناها الكل، الاجراءات اللي عملناها الكل من اول المصدر الى اخر مصدر، وحتى اليوم رغم انه بعد التدخل نتاع مصالح المراقبه الاقتصاديه بجابس تقريبا كل الوحدات سحبت منتوجها من السوق معناها وبدلته بمنتوج اخر يعني فرينه نظيفه، لكن مع ذلك هذايا ما معناها ما يخليهمش يتفصوا من المسؤوليه. فوالا الخطا صار معناها وتمت معاينته، وكل واحد معناها بس مهما كان الموقع نتاعو كل شوية التريبيتور اخر واحد يقدم المستهلك ولا المصنع يتحمل مسؤوليته. احنا في ماده الخبز في جابس والمواد الحساسه وخاصه المدعمه ما
معناها اوني تريتي فيها في تطبيق القانون معناها, وعنا اعوان اكفاء ومختصين ينجموا يعاينوا معناها الاخلالات حتى لو كانت بسيطه وخفيفه. باهي سيد روف, استعنا بوسائل الاعلام طبعا خدمه المراقبه وحدها معناها لا يمكن انها تكون كافيه, بالتالي خرجنا بلاغ للمواطنين في كامل الولايه وطلبنا منهم افادتنا باي معناها منطقه فيها الخبز هذاك, احنا نعرفوا المنطقه هذيك شكون يزودها, وبالتالي معناها تنقلنا لكل الوحدات وتوا معناها نسكوا تم استدعائها والاجراءات قيد التنفيذ. واضح. معناتها سيد روف الخميسي المدير الجهوي للتجارة بجابس تقريبا الاخلالات تم معاينتها ما بين 8 و10 مخابز في 3 معتمديات, ايضا تم استدعاء البارح اختي البارح معناها اليوم معناها اعوان المراقبة قاعدين يثبتوا اللي كونوا المنتوج ما عادش موجود. هذه الاخلالات نتاع امبارح نجم نلقاو عدد اخر باهي, معناتها مرجح للارتفاع هذا الرقم اذا كان بطبيعه تم مستقر في الرقم هذاك معناها, اما فور بوسيبل ما نلقاوش لانه تم استبدال البرودوي البارح, كل الكميات تم سحبها معناها من الواحد الصنع وتم تغييرها معناها بمنتوج مصاب. واضح. اما نجم نلقاو خاطر ساعات الانفورماسيون ما توصلش للناس الكل, ينجم يبقى واحد معناها يصنع فيه او يحتفظ بالبعض. انا باش نعاونك انا سيد روف الخميسي, وكان الناس اللي تفرج فينا على ستريمينغ لايف على صفحتنا على فيسبوك في جيبس, اذا كان لقيتوا خبز معناتها مشكوك فيه والا تحسوا معناتها تحسوا اللي هو ماهوش طبيعي, نجموا تبلغوا على الباج واحنا نوصلوا للاداره الجهويه للتجاره وهكا تتنقل على عين المكان وتقوم بعمليه سحب هذا المنتوج. شكرا جزيلا. تفضل. حبيت نشكر وسائل الاعلام اللي معناها بالحق عاونتنا برشا, لانه صفحات سواء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي او معناها وسائل الاعلام المكتوبه والمسموعه خاصه قدمنا لهم البلاغ ونشروها على اوسع نطاق, مشكورين من بينهم ديوان فهم لانه حتى احنا نشرنا البلاغ. مشكورين معناها, وكان التفاعل نتاع المواطنين معناها جتنا يعني اعلامات معناها متعدده تبعا معناها لنشر البلاغ, قاعدين نخدموا عليها نحن رانا في كيبس علاقتنا بالوسائل الاعلام وبالمواطنين راهي ممتازه جدا ومتعاونين بالكتاب الكدا, وذاك علاش معناها نجمنا نسيطروا على المساله بسرعه يعني في 24 ساعه معناها تم السيطره على المساله. واضح. شكرا جزيلا سيد روف الخميسي المدير الجهوي للتجاره بجيبس على هذه الايضاحات في خصوص تداول خبز مخلط بالتراب ولا خبز غير صالح للاستهلاك في مدينة أو في ولاية جابس في 3 معتمديات بالأساس, والرقم اللي تمت معاينة فيه الخبز هذايا من قبل الإدارة الجهوية للتجارة ومصالح المراقبة تقريبا يتراوح بين 8 و10 مخابز. احنا نوصل معكم اللقاء, مرحبا بكم حتى لحد شمال.